نبداو على بركة الله في أول وصفة واللي هي دجاج مقلي بالكريمة. يعني هذا الدجاج اللي كان طلبوه لي الأخوات، كذلك طبق مناسباتي حتى في الشهر الفضيل تقدروا تحضروا هذا الطبق يعني تاع الدجاج بالكريمة. واش نحتاجوا فيه؟ فلاكوكو تاعك واش تحطي؟ يعني أول حاجة واش ديريها، حطي كاس تاع لاتاي تاع الزيت، كي يسخن هذاك الزيت ضيفي الفخاذ ولا القطع تاع الدجاج، فقط هذوك اللي مخصو تاع الدجاج. من قبل كيفاش ديريهم؟ تبليهم في الثوم، ثوم يكون بودره، ثوم يكون بودر، امسحيهم مليح بالثوم، يعني ماشي كميه بزاف، يعني امسحيهم شويه برك بالثوم، وقليهم مليح في هذاك الزيت حتى يتحمروا، حتى يتحمروا. واش نضيفوا لهم؟ نضيفوا لهم نص مغرفه صغيره كركم، مغرفه صغيره سكنجبير، رشة زعفران، بطبيعة الحال فلفل أسود ولا فلفل كحل، هادو كامل التوابل على نار هادية مع الملح، ما ننساوش الملح. ومن بعد واش نضيفو؟ نضيفو زوج حبات تاع بصل مقطع رقيق مليح، زوج حبات بصل مقطع رقيق مليح، نخلوه حتى يعني هذاك البصل يذبل، هذاك البصل يذبل وكامل المكونات يعني تدي البنه تاع بعضها. ومن بعد واش نضيفو؟ هنا نمرقو بالماء سخون، نمرقو بالماء سخون، كي يسخن يعني كي نسخنو الماء ونمرقو، هنا واش نديرو؟ نخليوه يطيب، نخليو الدجاج نتاعنا يطيب. فقط الدجاج نتاعنا قلت لكم لازم تبلوه مليح، يعني تقليوه مليح على نار هاديه، في الاول تمسحيه بالثوم ومن بعد يعني تقليه مليح. نخليو الدجاج نتاعنا راه يطيب. ومن بعد كيفاش نديرو؟ كي يطيب الدجاج نتاعنا نحطوه بجيه، وراه يتباع في المحلات شيبس رقائق، يعني تاع ذوق تاع الدجاج، ذوق تاع الدجاج راه يتباع شيبس ذوق تاع الدجاج. كي تروح تشري فقط شري، كاين انواع، كاين النوعيه يعني مليحه، الكيس الكبير هذاك هو تلقاه نوعيه مليحه، وتلقاه مكتوب ذوق تاع الدجاج، شيبس بالذوق تاع الدجاج، هذاك اللي نحتاجوه في الوصفه. كيفاش نديرو؟ خلاص الدجاج نتاعنا راهو طاب، نصفيو الدجاج نتاعنا ونخليو هذاك المرق اللي ماهوش بزاف غير شويه نحطوه بجيه. دوك نقول لكم واش نديرو به. نشدو الدجاج نتاعنا نحطوه في كسكاس، نخلوه يقطر مليح من هذيك لاصوص، ونوجدو خليط. الخليط هذا واش فيه؟ فيه زوج حبات تاع البيض، عندنا الملح، فلفل اسود ولا فلفل كحل. ومن بعد كيفاش نديرو؟ نشدو هذاك الدجاج نغمسوه في البيض والملح وفلفل كحل، في ذوك زوج حبات بيض ملح وفلفل كحل. ومن بعد نديرو مقلة. واش نحطو فيها؟ نحطو فيها شوية تاع الزيت، شوية مارغارين، يعني شوية شوية ما تكتريش، فقط باش نحمروه لأنه راهو طايب الدجاج نتاعنا. نطولو تحميرة شابة ونحطوه بجيه. من جهة أخرى واش نديرو؟ هذيك المرقة اللي بقات لنا راها بردت، نشعلو عليها ونقصو لها النار، نخلوها تسخن يعني نخلوها تدفى. ومن بعد واش نديرو؟ نشدو كاس تاع الماء بارد، كاس تاع الماء بارد، زوج مغارف كبار مايزينا مع خمس قطع تاع فخوماج تكون نوعية مليحة، خمس قطع تاع فخوماج تكون نوعية مليحة، هذو كامل نضربوهم بالباتور بالميكسر، عفوا بالميكسر. واش نعاود لك الخليط هذا؟ واش قلت؟ المرقة، الدجاج خلاص تبناه وقليناه بالشيبس، هاو محطوط بجيه، باسكو هذاك الشيبس يعني تغمسي الدجاج في البيض ومن بعد في الشيبس، يعني كي تغمسيه في البيض تهرسي هذاك الشيبس وتحطيه بجيه وتقليه وتحطيه بجيه. من جهه وحده اخرى قلت عندنا المرق ما يبقالناش بزاف، شويه برك تعاودي تشعلي عليه النار باش يسخن. ومن بعد واش ديري؟ تشدي كاس تاع الماء، زوج مغارف كبار مايزينا، خمس قطع تاع الفخوماج، وتضربيهم مليح وتضيفيهم للمرق. هنا واش تولي لنا المرقه؟ تولي لنا صلصه خاطره. نطفيو عليها. واش نديرو ثاني؟ نشدو البطاطا تاعنا، يعني هنا باش نرافقوها البطاطا تاعنا، هنا كيما حبيتي، حبيتي تقطيها مكعبات، حبيتي تقطيها كيما نقطعو نقلو البطاطا عادي يعني بالطول. تبليها ملح فلفل كحل وقليها وحطيها بشي.
هنا في التقديم خلاص كملنا. واش راحين نديرو في الدريساج تاع الطبق تاعنا؟ كيفاش نديرو؟ نشدو صحن، يعني من الاحسن يكون دائري الشكل هذا الصحن، نحطو الفخذ نتاعنا تاع الدجاج ونسقوه بشويه تاع الصلصه هذيك اللي عقدناها بالمايزينا. صلصه تكون خفيفه، يعني مش تكون ثقيله، تكون خفيفه شويه وبنينه. يعني هذا الطبق رائع، يعني ما يكلفش كثير، وعنده يعني تقنيات كما راكم تشوفوا، يعني حاجه سهله، ما فيش حاجه اللي صعيبه. قلت تحطي فخذ تاع الدجاج، تسقيه بهذيك الصلصه، ومن بعد واش تحطي بجيه؟ تحطي كميه نتاع البطاطا، ترفقيها كميه نتاع البطاطا في هذاك الصحن، دردرو عليه يعني رشيت خفيف يعني فوق الدجاج وفوق هذيك لاصوص، ما حتى البطاطا تقدري تسقيها بشويه صلصه هذه، ومن بعد دردري عليها شويه نتاع العكري يكون حلو، رشيت خفيفه فقط يعني ماشي بزاف، فقط للتزيين. وتكوني مقطعه المعدنوس مقطع رقيق مليح يعني، وتدردريه وتزينيه بشرائح تاع الليمون. يعني هذه طريقه كلاسيكيه، اي اخت يعني تقدر تعرف دائما الطبق ماشي كي نطيبو تحطي ديريكت من الكوكوط يعني في الطبسيح، دائما ديري له لمسه حتى وتكون حاجه بسيطه، يعني كما يقول لك العين تاكل قبل الكرش. يعني هنا دائما حاولي تجذبي افراد العائله ولا يعني حتى ضيوف، يعني تقدري يعني بالنظره يعني قبل يعني. والبنه يعني اكيد يعني هذا الدجاج يعني بنين بالبزاف، رايحين نجربوه ان شاء الله، وتنجحوا في تحضيره. شهية طيبة للجميع ويوم موفق يا رب. نمروا الآن للسلطة، يعني الصلصة تاع السلطة، هذه سلطة الصلصة أنا يعني معتمدتها دائما، وتاني كذلك في الشهر الفاضل يعني نحب نديرها يعني هذه الصلصة، لأنه علاش مقادير مضبوطة، لأنه قلت خاصة المبتدئات يعني من ذاك السلطة سورتو وحدة كي تكون صايمة ما تقدرش تذوق، يعني كي يكون الفطار هاكي تذوقي نورمال، تحطي السلطة تاعك لاباس بها، بصح كي يكون رمضان تخافي، يا اما كثرتي مالح، يا اما درتي لها الخل، يا اما سيغتو لا كان الزوج ولا كانوا افراد العائله يتقلقوا ولا الوالد ولا، هنا راكي راح تطيحي في واحد الحساسيه شويه. على ذاك حنا نحاولوا نيفيتو ان شاء الله يكون كيما يقول كل شيء سالم يا رب ان شاء الله. على ذاك السلطه نتاعنا هنا واش نديرو فيها؟ تشدي راس تاع الثوم، راس تاع الثوم تنقيه وتزيدي هنا، ديري في الطاس اللي نطلعوا فيه المايونيز، حطي هذاك الراس تاع الثوم بعد اللي قشرتيه، ديريه في هذاك الطاس. واش تضيفي له؟ ضيفي له نص كاس تاع الخل، نص كاس تاع الخل، ونميكسيه نميكسيوه. هذاك الثوم تاعنا راح يدشش، ولكن يدشش رقيق. ضيفوا له كاس تاع الزيت عادي، زيت عادي يعني الزيت تاع المائده. نضيفوا نص كاس تاع زيت زيتون، كاين اللي يحبوا سلطه بزيت زيتون، ولو انه زيت زيتون صحي كثير، وكاين اللي ما يحبوش يعني الطعم تاعو، كاين اللي تقول لك انا ما نحبش ريحه زيت. هنا تقدري تضيفي كاس ونص زيت عادي، اذا كنتي تحبي زيت زيتون، وانا ننصحكم انكم تدخلوه بزاف لانه كثير نعرفوا الفوائد تاع زيت زيتون يعني لا تحصى ولا تحد، يعني كما فقط نتوما حاولوا يعني تحاول في الاول صح، يعني ما شخصيا انا ما كنتش نحبه، ولكن بالمداومه بشويه بشويه ولي دوكا يعني ناكل به يعني والحمد لله هكذا كنتوما. وزاد على هذا صحي، ديروا نص كاس تاع الزيت زيت زيتون، نضيفوا لهم الملح، مغرفه صغيره لا موتارت اللي هي الخردل، زوج حبات تاع الفخوماج، هنا زوج حبات غير هذا الصغير تاع الفراك يعني هكذا باش تفهموني مليح، فقط تكون نوعيه مليحه. ونزيد نميكسيهم كاع، نعاود الصلصه هذه لانه على بالي بلي اخوات يحتاجوها كثير كثير، وخاصه السيدات، لانه احنا اللي كندخلوا في المطبخ اي حاجه تخص الكوزينه تخص الطياب على بالي بلي نحتاجوها. نعاودها، قلت حبه تاع الثوم اللي هو راس تاع الثوم، قشريه تحطيه في هذاك الطاس اللي نطلعوا به المايونيز يعني تاع الميكسور، نضيفوا له نص كاس تاع الخل. هنا الخل النوعيه اللي حبيتيها، يعني راه يتباع اذواق، يعني الخل هنا كيما حبيتي، يعني الذوق اللي حبيتيه ديريه. انا دائما ندير الخل تاع الثوم ولا تاع الليمون، اللي تواجد عندك ديريه. زيدي له نص كاس كاس تاع زيت عادي، ونص كاس زيت زيتون، والله يعني تجي بنينه بزيت زيتون. نضيفوا الملح، مغرفه صغيره لا موتارت، زوج حبات تاع الفخوماج،
ونضيفوا هادو كامل نميكسيهم. كي نميكسيهم كاع واش نضيفوا؟ نضيفوا مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره سكر ما نعمروهاش بزاف، وهذه هي اللي راح تعطينا يعني تقلب الموازين تاع هذه الصلصه وسلطتنا الجبنينه بالبزاف. نديروا مغرفه كبيره تاع سكر ونضيفوا ونصف كاس تاع الماء، نص كاس تاع الماء، نخلطهم كامل مع بعض، نخلطوا هذه المكونات كامل مع بعض. ومن بعد واش نديروا هنا؟ تخلوه هكذا حبيتوا يعني باش تزيد يتنسم، يعني اللي عندهم الكليل بزاف، اللي عندهم الكليل مغروس في الدار حتى في يعني في الادارات يعني في الماء، معليش يعني ادي عرف اغسليه مليح. وكي تكملي كاع العمليه يعني هذه تعمري في قاروره خاصه بالخل، يعني ديري نص برك لانه لغومغا ولا المعروف بالاكليل القاطع ريحه تاعو قاطعه شويه، ديروا نص عرف يعني وتحط هذا برك للتنسيم. ما عندكش كاين اخوات بالك تقول لي ام خلود ما عنديش، تقدري تستغني عليه، تقدري تستغني عليه يعني، وتخلي هذا القاروره تاعك بطبيعه الحال في الثلاجه يعني كل ما تكون عندك سلطه. يعني هنا كي تكوني راح ديري سلطه ان شاء الله تحضريها للافطار، هنا تكوني دايرتها وانت متهنيه، ما تذوقي ملح ما تذوقي الخل ما حتى حاجه، يعني راح تخرج ما شاء الله. يعني نتمنى ان شاء الله تجربوها وتحضروها يعني باش ما تكونش عندكم تخوفات خاصه للمبتدئات واللي راهم عرايس جدد. في يعني اتصلت باش نعطيهم واحد الوصفه سهله، سهله تاع الكاطو سهله ومقادير مقادير بسيطه وناجحه. شوفي حتى اخت انا البارح طلبت مني في الصفحه التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قالت لي ام خلود غدوه قدمي لي كاطو ساك، مالا انت تقدمي لنا اليوم. شباب شوفي وجربتوا انا الوصفه اسمو سبيعات القفره. هيا نبداو على بركه الله نكتبوا الوصفه ان شاء الله. او شوفي المقادير فيه 250 غرام مارغرين، 250 غرام مارغرين، في مغرفه صغيره لافاني، مغرفه صغيره لافاني، نص كاس شاي زيت، نص كاس تاع لاتاي زيت، كاس سكر كلاصي. الكاس كبير كاس عادي تاع اللي نشرب فيه الكازوز، كاس سكر كلاصي. ايه زوج بيض، زوج حبات بيض، وحده خماره، وحده خماره، وفارينه، ونلمو عجينتنا بالفارينه، بالفارينه نخدمو المارغرين كيما العادي، عجينه طريه يعني عجينه تاع ليصاب واه تولي عجينه طريه ما تي... ما شوفي ما يلبسوهاش، المهم العجينه تقعد طريه ان شاء الله ما تيبسش. صح نديروها صبيعات. صح شحال نوزنوهم وبعد... رزيقه 30 غرام. انا والله غير درت ندير عينيه ميزاني ما انا جامي نوزن. ها انت يلا خاطرك تكون عندك الخبره على بالي يعني، ولكن نقول للاخوات يوزنوهم 30 غرام هكاك ودير فيهم الخماره، المهم فيهم وحده خماره ما ينساوش. نوزنوهم 25 غرام، 25 غرام. شوفي كي نديروهم صبيعات صح في الوسط، شوفي شدوا الخدمي وكشغل نفتحوها هكاك في الوسط، نفتحوها نديرو خط فوالا بالطول، نديرو خط بالطول اي في الوسط كاع هكا الطرف للطرف، نديرو خط بالخدمي. صح كيما كشغل تبنى مفتوحه ندخلوه يطيب عادي، الوقت اللي يكون يطيب هو نعطيهم طريقه صنع الشيكولا. الشيكولا فيها كاس سكر كلاصي، كاس سكر كلاصي، كاس كاكاو، كاس كاكاو، كاس حليب دافي، كاس حليب دافي، نعبروا بنفس الكاس ما نبدلوش. ونديروهم فوق، شوفي نخلطوهم كامل بالفوي في الكاسرونه، نخلطوهم كامل نديروهم فوق الفرن، وبعد ندير لهم مغرفه تاع مارغرين كبيره، مغرفه كبيره تاع مارغرين. وشوفي هنايا الشوكولا كي الاخر نبقاو نخلطو ما نخلوهاش تغلي، لازم غير يدفى برك، غير يدفى ونخلطو بيدمدو بنا هذيك المارغرين. صح وتذوق الاخت الا صابتها شويه مازالت لها مره تزيد فيها سكر كلاصي عادي، هي الذوق تاعها ذوق، الا خدتها شويه مره تزيد لها على خاطر في الكاكاو. انا يا جاتني انا درت هذا الكاكاو طحت في نوعيه مليحه ما جاتنيش مره. لا لازم يخيروها، كاينه انواع لازم يخيروا نوعيه مليحه. ايه وانا المهم الا جاتهم مره يزيدوا شويه سكر ذوق وتزيد مغرفه ولا من بعد ما يطيب تخرجوا تخليه يبرد وتغطسوا كامل داخل هذيك الخليط، دخل هذاك الخليط. كي نغطو داخل الشيكولا نكونو مرابيين القفرات هذاك تاع الفراك، تاع الفراك عادي ترابيه، تقلع الشيكولا تقلع الكاطو من الشيكولا ترمدوه في القفرات، نرمدوه في القفرات في القفرات. شوفي بنين 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 وتجي تعرفي هايل وفيه بنه هايله وانتي اللي هايله. ام الله يسلمك.